مباراة الأهلي والفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة 21 لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط إلا الضغط بزر لايك والاشتراك والقناة وشكرا لكم. ملعب المستضاف للمباراة ملعب برنس عبد الله الفيصلي ستاديوم بجدة. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في الساعة 6:55 بتوقيت السعودية والساعة 5:55 بتوقيت القاهرة والساعة 4:55 بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة SS Sport HD4 الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق عبد الله الغامدي. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة ونضرب لكم موعد في موعد قادم.